السلام عليكم، شخباركم؟ تمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. معكم نورة من قناتي لديليستو نورة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. فيديو ديال اليوم هو أكلة شعبية تركية بالبطاطا والكفتة، كتجي لذيذة بزاف، سهلة في التحضير والمكونات جد بسيطة. تمعوا معايا الفيديو حتى الأخر باش تشوفوا الطريقة والمقادير. كناخد بطاطا كتبقى على حسب عدد الأفراد، كنسلقها وكناخد من بعد واحد الإناء كندير فيه كفتة. تقريبا هنا درت 350 غرام ديال الكفتة لحم مفروم، كنزيد عليه بصلة صغيرة محكوكة، كناخد 3 دروس ديال الثومة، غادي نزيد بيضة، غنديرو رشيشة ديال الملح كتبقى على حسب الذوق، معلقة ديال التحميرة أو الفلفل الأحمر، عندي راس معلقة ديال الإبزار شوية، عندي معلقة ديال الكمون، راس معلقة ديال القزبر يابس، غادي نزيد تقريبا 3 معالق ديال زيت الزيتون او الزيت العاديه، وغندير شويه ديال القزبر والمعدنوس. تقريبا درت 2 معلقات، هذا غير زدتو انايا. غادي نخلطوا ديك العناصر مزيان مع بعضياتهم حتى تجانس العناصر كامله وتدخل في بعضياتها، وكيبقى كميه الكفته على حسب الافراد اللي عندكم. من بعد غنزيد معلقه ديال الدقيق، معلقة كبيرة، غادي نخلطها مزيان معاها. غنزيد 2 معالق ديال لاشابلو ولا الخبز المحمص، وهي كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطتها غادي ناخذها وغنبدا نشكل بها كويرات، وغنجيب داك الطاوله اللي غندخلها الفران. كيبقى الحجم على حسب نتوما اللي بغيتو، غادي نكمل على هاد الطريقه حتى غادي نكملهم كاملين. شكلتهم صغار، من بعد بدلتهم ورجعتهم بحال هكا كبار من الاحسن. غادي نديرهم على هاد الطريقه بحال غندير واحد الحفيره. غادي نكون هذاك اللاطا ديالي اللي صوبت فيها المول ديالي دهنته قبل بزيت الزيتون شويه، وغادي ندخنها الفران على درجه حراره 180 تقريبا واحد 15 20 دقيقه. ديك البطاطا اللي تسلقات ليا كيف ما شفتوا زدت عليها طريف ديال الزبده، وغادي نبدا نهرسها كيف ما كتشوفوا. من بعد ما هرستها غنزيد فيها دوك التوابل، كيبقى 4 كاس ديال الحليب، رشيشه ديال الملح، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، معلقه ديال المعدنوس كبيره، وغنزيد هنايا النعناع المجفف، هما كيستخدموا بزاف النعناع المجفف، ومن بعد زدت الجبن. انا درت الجبن شيدر هما اللي كيستعملوه، وتقدر نتوما اي جبن عندكم ديروه، وزدت شويه ديال الفلفل الاحمر اعلى اللون. من بعد هاي الكفته ديالي ما طابت، كنجبدها بالفران وكنشكل دوك الكويرات ديال البطاطا وغادي نحطهم فوقها. تجي لذيذة بزاف وسهلة في التحضير كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي ناخد لاصوص اللي غنصوبها، خديت مطيشة وحدة حكيتها وزدت عليها
معلقه ديال مطيشه الحك، هما تيديروها غير بمطيشه الحك، انا ما بغيتش ما تجينيش حامضه شويه، درت وحده طريه ومطيشه الحك، درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الحار كيبقى اختياري. وغادي ناخذ واحد الكاس فيه الماء سخون مزيان، وغادي نزيدو على داك لاصوص حتى تجانس ليا دوك العناصر كامله وتولي عندي صوص مزيانه عاقده شويه. هيا كيف ما كتشوفوا، ولا بغيتي تزيدوا واحد شويه ديال البازيل زيدوا حتى هو كينسمك يعطيها مذاق زوين. من بعد غادي نبدا نخوي في الجوانب، كيف ما كتشوفوا على هذه الطريقه، ومن بعد غادي نخوي على كل طريب ديال الكفته مع البطاطا، غنخوي عليه من الفوق. غادي نكملوها، غنزيد دابا شويه ديال الجبن، صافي وغندخلها الفران. حتى هي واحد ربع ساعه، هيا كيف ما كتشوفوا غندخلها الفران تقريبا ربع ساعه غطيب ليا. حقاش كلشي طايب، كيبقى عاديك لاصوص الجانس مع الكفته والبطاطا. هانتوما كيف ما كتشوفوا، من بعد ما خرجتها من الفران خدات لون زوين، تحمر ليا داك الفخوماج اللي من الفوق، كنزيد رشيشه ديال القزبر مع الدنوس كيف ما كتشوفوا، كتجي هائله. نتمنى تجربوا الوصفه ديالي وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، واللي دخل عندي اول مره وما مشاركش في القناه يشارك معايا وفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. غادي نقطع معكم واحد طريف باش غادي تشوفوها كيفاش كتجي. هاي البنات الشكل ديالها، سواء الغداء ولا العشاء راه كتشبع ولذيذة بزاف. ما تنساونيش من تعليقات ومن لايكات، نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وخليتكم على خير، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.